فيلم بوس ان بوتس. تبدأ قصة الفيلم بالقط بوس اللي كان دا يسرق خاتم الرجال نايم، بس هذا الرجال قعد وبدأ يهاجمه، لكن بوس قدر يتفادى كل هجماته ويهرب منه. وراها نشوف بوس وهو داخل المطعم، أو كل اللي بالمطعم يبدون يستهزؤون بي لأن هم عبالهم بأنه هو قط عادي. بس واحد من القاعدين بالمطعم يشوف منشور متعلق، وهذا المنشور بصورة بوس ومكتوب أنه هو مطلوب للعدالة واللي يجيبه إلى جائزة مالية. وطبعا الكل تحمس للجائزة، بس قبل ما يلزمون بوس هو اللي هاجمهم باستخدام سيفه، وهو قدر يرعبهم فما حد قدر يتقرب من عنده. وهنا بوس يسألهم اذا احد بهم يعرف كنز يقدر يسرقه، فواحد من القاعدين يقول له انه اكو متزوجين واللي هم جاك وجيل، وهم عندهم حبات الفول السحرية. فبوس اول ما يسمع عن حبات الفول كلش يفرح ويقول انه هو قضى عمره يدور عليهن، بس هو ما كان يلقاهن ابدا. فاحد القاعدين يأكد له انه الحبات موجودة عند جاك وجيلي، ويقول له انه هاي الحبات اذا حصلت عليهن فانت تقدر تزرعهم بمكان معين، وبعدها تتحول الى شجرة ضخمة توصلك للقصر اللي موجودة بالوزة الذهبية واللي كل بيضاتها من ذهب. فبوس كلش يتحمس ويقرر انه يروح ويسرق هاي الحبات حتى يقدر يوصل للوزة الذهبية، وايضا على مود يقدر يثبت براءته. وراها ننتقل لجاك وجيل، وفعلا كانت عندهم الحبات السحرية، لكن جاك كان لازمهن بايده وحط ايده بصندوق وقفل على ايده، وهو سوى هيجي حتى ما حد يقدر يسرقهن. وبهاي الاثناء نشوف بوس وهو كان يراقبها من الشباك، وهو اندهش من شاف انه الحبات حقيقية، وفعلا باستخدام مخالبه قدر يكسر جام الشباك وكان على وشك انه يهجم. بس للاسف هو لقى انه اكو قط اسود ثاني وايضا جاي على مود يسرقهن. وبهاي الاثناء جاك وجيل شافوهم وبدوا يرمون عليهم بالاسلحه اللي عندهم، فبوس والقط الاسود اضطروا انه يهربون، بس بوس قرر انه يطرد القط الاسود لان هو اللي خرب الخطه عليه، وفعلا بقى يطارده على اسطح المنازل. بس القط الاسود كان سريع فبوس ما قدر يلحق بيه، لكن بوس ما يستسلم ويبقى يطارده لحد ما القط الاسود دخل المكان تحت الارض. فهنا بوس دخل ورا، لكن للاسف لقى مكان كله قطط، وبوس كان مستعد انه يهاجمهم، لكن القط الاسود ظهر مره ثانيه وهم قرروا انه يتقاتلون. بس بوس تفاجئ انهم راح يتقاتلون عن طريق الرقص، وفعلا نشوف انه بوس هو محترف بالرقص والقط الاسود ايضا محترف بهذا المجال. فيبقون على هذا الحال لحد ما يبدون يتقربون من بعض او واحد يضرب الثاني. وهنا هم بداوا باستخدام السيوف، فبوس بسهوله قدر انه يطير سيف القط الاسود، لكن القط الاسود ما انطى فرصه وراح جاب السيف وبدا يهاجم بقوه، وبقوا يتعاركون لحد ما قدر يطير سيف بوس. فبوس ما كان يقدر يجيب السيف مالته فيستخدم الجيتار، وهو يضرب القط الاسود بالجيتار، وهنا القط الاسود ينزع القناع. وهنا نعرف بانه القط الاسود هي قطه جميله اسمها كيتي، فكيتي تعوفه وتروح، بس بوس تقريبا انعجب بيها وقرر انه هو يروح ويلحقها، وفعلا لحقها لحد ما وصل لمكان معين. وبهاي الاثناء بوس حسب حركه، ولما اندار لقى عباره عن بيضه ضخمه اسمها هانتي، ونعرف انه بوس وهانتي اصدقاء قدماء. بس بوس يهاجم هانتي بسيفه ويقول له انه انت خدعتني وخليتني ارتكب السرقه، فهانتي يرمي اللوم على بوس ويقول له انه انت هم تخليت عني وانت عفتني وهربت وخليت الشرطه تلقى القبض علي. وبهاي الاثناء تدخل القطه كيتي وهي تهديهم على مود ما حد يتحرك، وهانتي يقول البوس انه انا اللي دزيت كيتي حتى تستدرجك لهنا، لانه احنا اثنيناتنا نريد نسرق حبات الفول السحريه واحنا لازم نتعاون لانه انت لوحدك ما راح تقدر. بس بوس يبقى مصمم انه هو ما يريد يرجع صداقته ويا هانتي، فهو قرر انه يعوفهم ويروح، لكن كيتي تروح ورا وتبقى تقنعه وتسال عن اللي صار بينه وبين هانتي. فبوس يقول لها انه انا من كنت صغير تربيت بملجأ، وانا اهتمت بيا وحده اسمها اميالدا وهي عرفتني على كل الاطفال، لكن بيوم من الايام مجموعه الاطفال حاولوا ان يضربوني فهانتي دافع عني، لكن للاسف الاطفال ضربوا هانتي فدخلت انا وضربتهم، ومن هذاك الوقت صرت انا وهانتي اعز اصدقاء، وكنا احنا مهووسين بموضوع حبه الفول السحريه، فاحنا كنا نسرق حبات الفول ونزرعهم على امل انه هم الحبات الحقيقيه، لكن للاسف ولا واحده من عندهم نجحت. ومرت السنوات وانا وهانتي كبرنا وكنا مستمرين بزراعه الفول، وتسببنا مشاكل كانت سبب انه تسجننا، بس احنا كنا نقدر نهرب منها. وبيوم من الايام كنت انا وهانتي فوق سطح احد المنازل، وهانتي بدون ما يقصد شمر حجاره على قفص خشب بثور عملاق، وهذا الشيء تسبب بفتح الباب للثور، وكان الثور على وشك انه يدعس امراه عجوز، فاني دخلت بسرعه وقدرت انه اغير مسار الثور وانقذ المراه، وهذا الشيء خلى كل الناس تصفق لي وتشوفني على شكل بطل. واميالدا المراه اللي ربتني كانت فخوره بي دائما، فهي انطتني بوت وهو السبب اللي خلاني اصير شجاع. بس بالمقابل كان هانتي حالته سيئه لان هو انسجن بعد ما الشرطه لزمته وهو يسرق، لكن انا رحت للسجن ونقذته. وبيوم من الايام بالليل هانتي اجاني وقال لي انه احد اللصوص دا يطاردني فطلب مساعدتي، وفعلا رحت وياه حتى اساعده، بس للاسف اكتشفت
عرفت انه هو رايح دا يسرق كنز، وبهاي الاثناء اجوا الشرطة وهم شافون اثنيناتنا فعبالهم انه اني سارق، فاضطريت انه اهرب اني وهانتي، لكن للاسف العربة مالت الفلوس انحرفت عن مسارها والذهب كله وقع بالنهر وتحاصرنا من قبل الحراس، واني عفت هانتي وهربت. وهسه نرجع للوقت الحاضر بعد ما عرفنا القصة ونشوف بوز يقول لكيتي انه هو هذا كل الموضوع وهذا سبب زعلي اني وهانتي. وبهاي الاثناء يجي هانتي ويقول البوس انه اني احس بالذنب لانه انا استغلت اعز اصدقائي، فيقول احنا يا ريت نتعاون حتى نقدر نحصل على البيض الذهبي. فبوس يوافق لان هو يريد يرجع الذهب للناس اللي انسرق منها، وبنفس الوقت يريد يسوي هذا الشيء الخطر اميالدا حتى يرجع يشوفها، لانه بوس يعتبر اميالدا مثل امه. وفعلا نشوفهم وهم بدوا بالخطة. وبهاي الاثناء كيتي تحاول تفتح الصندوق اللي بيه الحبات باستخدام الخنجر، وبوس يقول لها استخدمي مخالبك اسرع، فكيتي تعصب وتقول له انه انا ما عندي مخالب. وهنا بوس يتولى المهمة ويستخدم مخالبه وهو يفتح القفل بكل سهولة، وبعدها ياخذون الحبات السحرية. بس للأسف بوس يدوس على خنزير نايم بالعربة وهذا الشيء اللي خلى الخنزير يبدأ يطلع صوت. فهنا جاك وجيلا يعرفون انه اكو احد وبسرعة يقفلون ابواب العربة، وقبل ما يهاجموهم كيتي تهجم عليهم وتلهيهم، وهنا بوس يقدر يربطهم بالاحبال حتى لا يتحركون. وبهاي اللحظة هانتي يجي هو والعربة مالته، وفعلا كيتي تقدر تركب وياه، بس بوس ما كان يقدر لانه جيلا هاجمته وخلته يوقع حبات الفول. وبعدها بوس قدر انه يتفادى هجماتها او يجمع حبات الفول مرة ثانية، لكن هنا جيلا لزمته وكانت على وشك انه ترميه من المنحدر وهو راد يوقع لولا تدخل هانتي اللي ضرب العربة مالت جاك وجيلي، وهو قدر يحرر بوس من ايديها. فهنا هانتي بدأ يتحرك بسرعة، وبهاي الاثناء جيلا تعصب فبدأت تستخدم المدافع اللي موجودة بالعربة وتهاجمهم، لكن هانتي قدر انه يتفادى هاي الضربات وجيلي ما استسلمت ابدا وبقت تحاصرهم بالعربة وهي كانت تدفعهم على مود يوقعون من المنحدر. بس هنا هانتي بقى مستمر بالقيادة لحد ما وصلوا لحافة جسر مقطوع، فهانتي يعبر هذا الجسر ويطلع اجنحة من العربة مالته، وهو ياخذ كيتي وبوس ويطيرون. ووراها نشوفهم وهم مستمرين برحلتهم حتى يوصلون للمكان المناسب اللي راح يزرعون به الحبات السحرية. واثناء طريقهم بوس يسأل كيتي عن سبب انه هي ليش ما عندها مخالب، فكيتي تقول له انه اني اصلا كنت قطة شوارع بس اكو عائلة اخذتني وربتني، بس اني ما كنت متعودة عليهم فكنت اخرمش اطفالهم ولهذا السبب هم قصوا مخالبي. وبهاي الاثناء يقاطعهم هانتي ويقول لهم بانه هو هذا المكان المناسب، وفعلا ينزلون ويروحون يزرعون الحبات، او بس يخلوها بالمكان المناسب يبدا اعصار غريب وضخم وهو يتكون حواليها. وفجأة بدون مقدمات تطلع شجرة ضخمة او تاخذ وياها هانتي وبوس وكيتي وهي توصلهم فوق السحاب، وهم كانوا كلش فرحانين لانه خطتهم بدت تنجح. ووراها هانتي يتنكر بزي بيضة ذهبية والثلاثة يركبون فوق الغيمة حتى توصلهم للقصر اللي بيه الوزة الذهبية. وفعلا يوصلون ويبقون يتحركون بحذر لحد ما يسمعون صوت المخلوق اللي يحرس الوزة، فهم بسرعة يختلون حتى ما يشوفهم. ووراها يبقون يتحركون بالقصر بحثا عن الوزة ويوصلون لحافة المنحدر، وهنا بوس وكيتي يستخدمون قوة دفع قارورة المشروب وفعلا تنجح الخطة ويقدرون يوصلون للحافة الثانية. ووراها يربطون حبل يربط بين الحافتين حتى يقدر هانتي يعبر، وبالفعل الكل يعبر للحافة الثانية. وبعدها يروحون يدورون على الوزة الذهبية، وهنا هم يقدرون يوصلون للبيض الذهبي مالتها، بس البيض الذهبي كان وزنه ثقيل جدا وهم ما قدروا انه يشيلوه، وقرروا انه يسرقون الوزة نفسها لانه حجمها صغير وخفيف، وفعلا ياخذوها ويهربون. بس بهاي الاثناء المخلوق حارس الوزة بدأ يطاردهم لحد ما قدر ان يوقعهم بالبحيرة. اما كيتي فهي كانت على وشك انه تغرق لان هي ما تعرف تسبح، بس بوس باللحظات الاخيرة يجي وينقذها. ووراها اخذوا الوزة ووصلوا الدوامة شكلها غريب، فقرروا انه يدخلوا لها حتى يخلصون من المخلوق، وفعلا هاي الدوامة طلعها من القصر وترجعهم للشجرة الضخمة. فهنا بوس يقرر انه يقطع هاي الشجرة حتى ما حد يصعد للقصر مرة ثانية. وبهاي الاثناء شو جاك وجيلي وهم شافوا اثر الشجرة فبدأوا يتبعوها، وبالليل بوس وهانتي وكيتي يحتفلون لانه الوزة اللي سرقوها بيضت البيض الذهبي. واثناء رقصهم بوس يعترف لكيتي انه هو معجب بيها وانه هي تختلف عن كل القطط اللي يعرفها، بس لاحظ انه ملامح الحزن كانت موجودة على وجه كيتي، وهي قالت البوس انه انت لازم تهرب، بس يجي هانتي ويقاطع كلامها وهو يهنيه على نجاح الخطة. ووراها بوس يقول لهانتي انه احسن شيء صار انه احنا رجعنا اصدقاء مرة لوخ. وبعدها الكل ينام، وبثاني يوم الصبح بوس يقعد ويلقى نفسه وحده بالصحراء فيعرف انه جاك وجيلي ورا الموضوع، وبسرعة هو يتبع اثارهم حتى ينقذ هانتي وكيتي. وفعلا اثارهم توصل لنفس المدينة اللي تربى بيها، وبوس يتسلل بسهولة او يقدر يدخل المدينة بدون ما احد يلاحظ، وفعلا يقدر يسمع صوت هانتي فهو يتبع الصوت او يقدر يوصل لهم. بس اول ما يوصل ينصدم من يعرف انه هانتي هو الزعيم وانه هو كان يستغل كل هاي
الفترة حتى يقدر يسرق الوز، وبنفس الوقت هو استغله حتى ينتقم منه، لأن هو عاف وهرب وخلى الشرطة تحبسه. وبثناء توصل الشرطة وتحاصر بوس، أو كان على وشك إنه هو يحاربهم، بس أميلدا توصل وتطلب من بوس إنه ما يقاتلهم أبداً، أو لأنه بوس يعتبر أميلدا مثل أمه، فهو قرر إنه يسمع كلامها وبسرعة يسلم نفسه بدون هجوم. وفعلاً الشرطة تخلي بوس بقفص صغيرة على مود ما يقدر يهرب. وهنا بوس كلش يحزن من يعرف إنه كيتي كانت تعرف بهاي الاتفاقية، وهذا اللي يفسر إنه كيتي ليش قالت البوس إنه هو لازم يهرب، لأنه هي كانت تعرف بنوايا هانتي. وهسه نرجع لهانتي اللي استغل الموضوع حتى يرجع حب أهل القرية إليه، وهو قال لهم إنه كل شخص راح يحصل على بيضة ذهبية. وهنا نشوف بوس وهو بالسجن، ويتفاجئ من يشوف إنه رجل عجوز يقول له إنه إذا الوزة السحرية ما رجعت القصر، فالحارس مالتها راح يجي للمدينة ويدمرها بالكامل. ونعرف إنه هذا الرجل العجوز هو المالك الحقيقي لحبات الفول السحرية، بس هانتي سرقها منه حتى ينفذ الخطة مالته. وهنا بوس يقرر إنه هو يهرب من السجن، فيستخدم شكله اللطيف حتى يسيطر على الحراس ويفتحوا له الباب، وفعلا تنجح الخطة. بس أحد الحراس يهاجم بوس، لكن بهاي اللحظة تظهر كيتي وتنقذ بوس، ووراها كيتي تعتذر له وتعترف البوس إنه هي أيضا معجبة بي، فبوس يسامحها ويطلب من عندها إنه تساعده على مود يطلع من السجن. وبالفعل كيتي تساعده وتهاجم الحراس، وهي قدرت إنه تحرر بوس. وبعدها نشوف بوس وهو رايح لهانتي ويطلب من عنده إنه ينطي الوزة الذهبية. وبهاي اللحظة بوس كان يحاول إنه يشرح خطورة الموقف لهانتي إذا الوزة ما رجعت، بس هنا هانتي يصدم بوس ويقول له إنه هي هاي خطة مالتي من البداية، وهي إنه أنا أريد حارس الوزة يجي على مود ينتقم من أهل المدينة، لأن ولا واحد بهم كان يعلمني بشكل زين من كنت صغير. فبوس يواسي لهانتي ويعتذر إلى نيابة عن الكل، ويقول له إنه أكو أشخاص ما لهم ذنب، وهو كان يحاول إنه غير فكرته على أهل المدينة، بس الوقت تأخر لأنه حارس الوزة وصل للمدينة، واللي تكون عبارة عن وزة عملاقة وضخمة، وهي تبدأ تهاجم المدينة وتحطم المباني. وورها الحارس تشوف الوزة السحرية موجودة عند هانتي بالعربة، فهي تبدأ تلحقه. وبوس بهاي الأثناء كان متعلق ويا الوزة الحارسة، أو كان دا يحاول يسيطر عليها. وبنفس الوقت جاك وجيلي يروحون لهانتي، وهم يهددوا بالسلاح إذا ما سلمهم الوزة، بس تجي الوزة الحارسة وتدوس على جاك وجيلي وتقتلهم. وللأسف الوزة الحارسة كانت على الجسر، والجسر ما يتحمل وزنها، فينهار بها هي وعربة هانتي. وهنا بوس يروح وينقذ هانتي والوزة السحرية، بس بوس ما يتحمل إنه يبقى لازمهم اثنيناتهم، وهو لازم يضحي بواحد من عندهم. فهانتي يعتذر البوس ويقول له إنه أنا سبب كل اللي صار، وإنه أنا اللي لازم أضحي، وفعلا يرمي نفسه من المنحدر ويموت، وهو يتحول إلى بيضة ذهبية عملاقة. وبوس بسرعة يأخذ الوزة السحرية وينطيها للوزة الحارسة، وفعلا الوزة الحارسة تأخذ الوزة السحرية وهانتي اللي صار على شكل بيضة ذهب، وهي تطير بهم للقصر. ووراء كل أهل المدينة يشكرون بوس لأن هو اللي أنقذهم، وهو المنقذ الحقيقي والوحيد لهم. وأميلدا تيجي وتحضن بوس وتقول له إنه أنا فخورة بيك، فبوس يودعها وينطلق هو وكيتي، وهم كانوا يرقصون على سطوح المنازل، وهم بسرعة يهربون من الشرطة. فهنا هم قرروا إنه يعيشون مع بعض أو يتركون موضوع السرقة، وبالفعل عاشوا حياتهم بسلام وبدون أي أذى. ولهنا تكون نهاية الفيلم.